قصصي حياة في حروف تختصر، فاسمعي الحكمة حرفا، إن بالماضي درر، إن بالماضي درر، قصص تروى وتحكى، عبرا فكرا ونهجا، شهدت لله ربا، معجزات وسيار، معجزات وسيار. من أجمل ما قال الإمام الشافعي: وتضيق دنيانا فنحسب أننا سنموت يأسا أو نموت نحيبا، وإذا بلطف الله يهطل فجأة يربي من اليبس الفتات قلوبا. قل للذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. أحسن القصص حياة في حروف تختصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بكلمكم عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام في السجن والتعامل في المواقف الصعبة. يوسف عليه السلام النبي الذي صبر منذ الصغر على عداوة إخوانه ورموه في السجن، ثم انتقل باعوه إلى واشتراه العزيز مصر، وكان معه في البيت رباه، وافتتنت فيه امرأة العزيز، وبعد ذلك جاء عند فتنة الإغواء والإغراء، قال: السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. عرفوا أن يوسف عليه السلام بريء، والشاهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، شقت قميصه من الخلف، معناها أن هي كاذبة، دعوتها واتهامها ليوسف عليه السلام باطل. ولكن النبي يوسف عليه السلام سأل ربه ودعا ربه، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأنها تريد إغواءه، ففرارا بدينه من الفتنة قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. دخل يوسف عليه السلام السجن، وهناك في السجن عرفه الناس بحسن أخلاقه وعبادته وحسن تعامله مع الناس، كان يزور مرضاهم وكان يتعامل معهم معاملة طيبة، كان يدعوهم إلى الله، يبين لهم الإيمان بالله، وكان يفسر لهم الأحلام والرؤى. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين، نراك رجل محسن وعلى خير، خبرنا عن تفسير هذه الأحلام التي رأيناها، الرؤية التي رأيناها. فيوسف عليه السلام ما بدأ يفسر الأحلام بالبداية، لا، لما وجد منهم الطلب والانتباه وحسن الاستقبال بدأ بدعوتهم إلى الله تعالى، دعاهم إلى الله، حتى قال من قوله: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وقال أيضا لهم: يا صاحبي السجن، ناداهم بأصحاب السجن: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. يدعوهم إلى الله. وبعد ذلك، بعد أن أكمل كلام الإيمان والدعوة وتوحيد الله عز وجل، بدأ يفسر لهم ما رأوه في المنام. قال: أما أحدكما، ما عينه وما قال أنت والله أنت، يراعي مشاعر الآخر، قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا يكون ساقي الملك، وأما الآخر فيصلب
فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. بعد ذلك قال الذي ظن أنه ناجم منهما ساقي الملك، قال له اذكرني عند ربك، اذكرني عند الملك. لكن ساقي الملك بعد ما طلع نسى، الشيطان أنساه، وظل يوسف عليه السلام في السجن بضع سنين. وفي يوم من الأيام الملك رأى رؤيا في المنام. ماذا رأى؟ رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، العجاف الآن يأكلون السمان، وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. قال للملأ معه والحاشية، أفتوني في رؤياي، خبروني إيش تفسير هذه الرؤية اللي أنا رأيتها في المنام. قالوا ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، هذا مش درانا، ما نعرف نفسر أحلام، هذه أضغاث أحلام، ما عليك من هالكلام. قال لا، أريد حد يفسر لي هذا ما رأيت. عندها الساقي تذكر أن هناك في السجن يوسف عليه السلام يعرف يفسر الرؤى، فذهب مسرعا إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن وقال له يوسف أيها الصديق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. فيوسف عليه السلام أخبره وقال تزرعون سبع سنين دأبا، سبع سنين اهتموا بالزراعة فما حصدتوه فذروه في سنبله، لا تطلعوا من السنابل مال وخلوه في سنبله كي يحفظ ما يتغير ويتأثر ويضيع ويخرب. وبين له تفسير الرؤيا، سيأتي عليكم سبع سنين قحط بعد ذلك، وإذا لم تخزنوا الحبوب وتزرعوا أكثر وتدخروا وتنظموا ما بتستطيعوا لهذا الموقف الصعب وهذه المجاعة التي سوف تأتيكم. المهم ساق الملك رجع إلى الملك وأخبره بالخبر، فأعجب الملك بتفسير هذه الرؤيا وقال ائتوني به أستخلصه لنفسي، جيبوه لي الحين. لكن يوسف عليه السلام ما رضى، قال لا ما أطلع، أول أثبت براءتي. وبعد أن ذكروا للنساء وكيد النساء، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. فخرج يوسف عليه السلام والناس يعلمون براءته، وقال بعد ذلك عرض على الملك لما استخلصه لنفسه، قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ حفيظ. فيوسف عليه السلام القوي الأمين عنده العلم لكيفية إدارة الأزمة والتعامل مع المواقف الصعبة، وعنده الأمانة لأنه نبي. فبالفعل لما كان هو مسؤول المالية والخزينة استطاع أن يدير هذه الأزمة، سبع سنين زراعة واهتمام بالإنتاج، تقليل من الهدر والإسراف والتبذير، تخزين، مخازن احتياطي. وبعد ذلك جاءت الأزمة. لما جاءت الأزمة خلاص هم مستعدين جاهزين وعندهم مخازن معدة لهذا الغرض، حتى الناس كانوا يأتون لهم من أماكن شتى يطلبون الميرة ويطلبون الحبوب حيث يعيشوا الناس من حولهم جوع وأحوال صعبة، قحط قحط شديد. فلذلك إدارة الأزمات فن، إدارة الأزمات تحتاج إلى عقل يجعل خطة، خطة توازن مالي، خطة توفير، ترشيد الإنفاق وغيرها. يوسف عليه السلام لما تعامل التعامل الحكيم المتقن مع هذه الأزمة نجح هو ومن معه، والناس استفادوا من هذا الخير الذي هم كانوا سبب في تخزينه. ويوسف عليه السلام المواقف الصعبة التي مرت عليه سواء كان في مع امرأة العزيز أو لما كان في السجن وصبره والتحمل، يعني الواحد نبي من أنبياء الله عز وجل ويبقى في السجن، كيف كان موقفه؟ كان موقف الصابر المحتسب الداعي إلى الله الذي استغل وجوده في السجن في الدعوة إلى الله.
ونشر الخير والإصلاح، كان في قلبه الشفقة والرحمة على الناس اللي في السجن، يريد الله تعالى ينقذهم من النار، خاف على هذا الذي سيصلب يموت على الكفر، فدعاه إلى الله عز وجل. وأيضا لما كان في على خزائن الأرض وجاءوا أخوته إليه وأعطاهم، ثم جاء أبواه إليه وخروا له سجدا احترام وتقدير. فيوسف عليه السلام أحسن إدارة الأزمة وأحسن التعامل مع المواقف الصعبة، وهو النبي الذي نقتدي به ونستفيد من هذه القصة في التخطيط والتنظيم والصبر على الابتلاء والصبر في مواضع الفتن والريب وصبر السجين، وأن هذا السجن كان ليوسف عليه السلام حفاظ له من الفتن خارج السجن وتمهيد له للقيام بالدعوة إلى الله تعالى في السجن. فلذلك هذه القصص من وهذه القصة من أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، قصة يوسف عليه السلام الشاملة لحياته التي نستفيد منها في حياتنا ونستلهم منها العظات والعبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى ولكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونهجا شهدت لله ربا معجزات وسيار، معجزات وسيار، فتأمل وتعلم وازرع الخير أثار، أحسن القصص حياة في حروف تختصر.